عليكم السلام، شلونك؟ شلون صحتك؟ حركة اليوم مثل ما هي بالنسبة السابقة قبل أسابيع لو نتيجة ارتفاع الأسعار تكدست البضاعة؟ أولا هي البضاعة قليلة والحدود صارت بها شغلات. الدولة بالنسبة لإقليم كردستان قاموا البضاعة ما يدخلوها مباشر، البضاعة التركية هاي خاصة تركيا، الحدود الإيرانية شبه الانسد. نقول لكم منافذ مفتوحة بشكل مو شرعي؟ والله هو بس المجال، بس اليوم بس المجال، والسيارات اللي تتحمل تعاني يلا بحدود اليوم يعني يلا توصل للعلاوي. اي طيب اليوم بعد قرار يعني خلية الأزمة عدد من الإجراءات يعني بينها انه تقليص الحركة او تحديد الحركة. نعم. اليوم شنو راح نمشي هاي الأيام؟ يعني تقريبا 7 أيام او 8 أيام هذا هاي شغل الدولة، المفروض الطرق كلها تفتحها، والسيطرات قاعد تاخذ اتاوات من الناس هذول السواق اللي تنحسب على التاجر، والبضاعه تصعد صعدت تقريبا نص عدل. ضحية المواطن، هو المواطن الفقير اللي عنده يشتري بيش ما شاء. حياك الله يا ابو، اشكرك.